مشاهدي قناة باستارز، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم. قدمت مؤثرا هلا تي في تنويها موجها للمقبلين المسيرة الوطنية التضامنية، وهذا بأخذ الأمر على محمل الجد. لازم غدوا نكونوا متحضرين نديروا لائحات كبيرة مكتوبة بلونجلي على فلسطين واضحة باش العالم كامل يفهمها. لازم نرفضوا لي فوتو تاع المجازر اللي صراو، الدرابو تاع فلسطين، درابو تاع الجيري، وشعارات واضحة على فلسطين. ما نخلطوش شعبان في رمضان، باسكو حنا شوية دي فوا نتحمسو نبداو نخلطو. كواكو يعني ماشي وقت تخلط، مي وقع شوية تخلط في السوشيال ميديا، قلت لا بأس انو نفكروا بعضنا بالشي اللي لازم نديروه غدوة. غدوة ما راناش خارجين نحتفلو ولا نعرسو ولا نصفقو، غدوة رانا خارجين نديرو وقفة احتجاجية على المهزلة اللي راهي صارية. قولوا كاع الناس اللي راهم خارجين هاد التعليمات لازم نكونوا هاك صارمين، ونكونوا نددوا بشعارات باينه، ماشي هذيك تصفاق فلسطين الشهداء فلسطين الشهداء. ماشي كاع وقت الغنى، ماشي كاع وقت البندير، ما لازم نكونوا فريمون ان شاء الله، باسكو حنا نوقفوا على ارواح الشهداء وراح نوقفوا باش يحبسوا هذا المجزره. فالشعارات تاعنا على فلسطين تكون باينه، ما نروحوا نيهاك نيهاك وبالك وداك الضحك والتمسخير و نو اللي يحب يضحك ويتمسخر ماشي غلط من الاخر.